السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض جمبري الغلابة. ايوة زي ما سمعتوا كده، جمبري الغلابة. طبعا بعد الغلاء الفاحش للأسعار، فالجمبري بقى من الممنوعات. هنعمل النهاردة البديل بتاعه. اول حاجة قريبة لطعمه شوية البسارية المقلية، وهنعملها النهاردة كمان مخللة علشان اللي عايز يلحق ياكلها قبل رمضان. طبعا ده الموسم بتاعها، فتعالوا نستغله ونعمل منها بقى شوية أشكال وأصناف، وبما إن هي كمان سعرها مش غالي. جبت 2 كيلو من البسارية، هحطهم في مصفى في الحوض وهغسلهم كويس جدا. البسارية مش بتتغسل بقى بالواحدة، بنفتح عليها كده المية لحد لما تنزل، أو المية اللي نازلة منها تبقى لونها فاتح. بس أهم حاجة نخلي بالنا من السمك الغريب اللي بيبقى موجود جواها. طبعا في سمك بيبقى شكله معروف زي المكرونة أو السمك البلاميطة أو كده، فده مش مشكلة. لكن أي سمكة شكلها غريب أرجوكوا تشلوها وترموها، لأن بيبقى معاه أوقات سمكة بتبقى سامة، فتنظفوه كويس من الأسماك الغريبة وتغسلوه كويس ونسيبه بقى يتصفى. هحضر بولتين كده مع بعض. بولة هعمل فيها الخليط بتاع النقع بتاع السمك أو الخلطة بتاعته، وهعمل خليط البولة التانية هيبقى فيها الدقيق. هعمل بقى ايه؟ هحط في الكبة فلفل أحمر وأخضر، هفرمهم كده في الكبة كويس، وبعد كده هزود معاهم توم، وكمان هزود معاهم معلقة كبيرة من المستردة. المستردة بتديني طعم حلو قوي لتتبيلات السمك. هحط كمان كمون وهحط ملح، ممكن ازود كركم لو انتوا عايزين. هحط بقى الكلام ده كده كله في بولة، وبعد كده هعصر عليه واحدتين كده كبار من الليمون. شايفين الخلطة كتير ازاي ما شاء الله، علشان تبقى متبلة السمك كده من كل الجوانب ومن جواه كمان. هجيب بقى كوبايتين من الدقيق وهحط عليهم معلقتين من النشا، وكمان هحط عليهم رشة من الكركم علشان تديني لون حلو للسمك لما يتقلي. بعد كده هقلب الخليط ده كويس مع بعض وهسيبه على جنب، وابدأ بقى انضف السمك. شايفين السمك تنظيفه سهل ازاي؟ مجرد ما بمسك الراس بتاعه كل الاحشاء بتطلع وانا بشد الراس. طبعا في ناس بتعمله ساعات من غير تنظيف، بس انا من الناس بقى اللي بتحب تنضفه قبل ما تعمله، علشان طبعا الولاد مش هيعرفوا ينضفوه هما بياكلوه، وفي ناس بتاكلوا اصلا كده على طول يعني. هحط بقى السمك في الخلطة دي واقلبهم كويس، وهسيبهم بقى يتبلوا على جنب كده. وكده انا جهزت الدقيق. الجزء بقى اللي باقي من السمك او الكيلو اللي باقي هبدأ اعمله مخلل. جبت كده الطبق وحطيت فيه 3 معالق من الملح، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الشطة، وجبت كيس حطيته في علبة. هحط طبقة من الخلطة بتاعت الملح دي وطبقة من البسارية. هفضل كده اعمل تبادل بين الطبقات، بين تتبيلة الملح وتتبيلة والبسارية، طبقة وطبقة، لحد لما اخلص الكمية بتاعتي كلها. كده انا تقريبا حطيت الكيلو اللي انا كنت هخلله. هغرقه بقى من فوق خالص كده بالزيت، وبعد كده هطلع الكيس هقلب الزيت والملح مع السمك، وبعد كده هحطه في كيس تاني وهربطه كويس. اهم حاجة ما يكونش داخل فيه هوا خالص علشان ما يعفنش. وهحطه بقى في العلبة وهقفله. بعد 3 ايام بالظبط بنبدأ ناكل منه، ما بيبقاش فيه اي مشكلة. نرجع بقى لتاني للسمك اللي انا كنت متبلاه علشان القلي. هرجع هشيله بقى من التتبيلة واحطه في الدقيق، وابدأ كده ابدره من بره كويس، وبعدين هجيب مصفى وابدأ انفض الدقيق الزيادة اللي بيبقى على السمك. الخطوة دي خطوة مهمة جدا علشان الدقيق ما يبقاش كتير في الزيت ويتحرق، وخصوصا ان انا يعني هقلي كذا على كذا مرة، فعلشان الزيت ما يتحرقش بسرعة من الدقيق الكتير اللي بيبقى فيه. هبدأ انزل بالسمك في الدقيق في الزيت. طبعا الزيت يكون سخن جدا، وشايفين بقى اللون والقرمشة، وعايزة اقول لكم كمان الريحة، لان احنا عاملين التتبيلة كتير، فالفلفل مع التوم عامل ريحة خطيرة. وهبدأ بقى اللي كده السمك كله، كمان النشا بتخليه مقرمش قوي، وده كده شكله بعد ما طلع. طبعا ده كده السمك ده بيتحط جنب الاكل كده بيبقى أزأزة خطيرة. ممكن تعملوه مع الرز بقى الصيادية، او يبقى مكمل لسمك تاني. بس ده كده كان شكله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير.